أنا أنتقل إلى التعبير الشفوي. عبر عن الصورة تعبير حر، ماذا تلاحظين في الصورة التي في الأعلى؟ ألاحظ في الصورة المذياع. واصلي. المذياع هو وسيلة من وسائل التواصل السمعي. اتركها هي تعبر. نعم. الصورة الثانية. لاحظ في الصورة التلفاز. قولي لي نوع التواصل كيف يكون؟ تواصل. سمعي وبصري. الصورة الأخيرة. ما اسمها؟ هل هاتي اسمها أوراق؟ جمعوها جمعوها. نلاحظ الجرائد. الآن من يسعد؟ شكرا لك، بارك الله فيك، راكي مليحة. نعم سعد. هو لم يقل لها شكرا، لا يعرف آداب الحوار. قولي 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 له قول شكرا. قولي عفوا. نعم ابدأ بالصورة التي في الأعلى. مذياع أم المذياعة؟ مذياعة. نعم. هو وسيلة من وسائل من يصح لها؟ لم يكن لها كتمان. وسائل التواصل. نعم تواصل ماذا؟ التواصل السمعي. السمعي. تقي صورة ثانية. سمعي وبصري. أحسنت. ألاحظ في الصورة الأخيرة الجرائد. وسيلة من وسائل؟ من وسائل. وسائل كيف هي؟ مكتوبة. مكتوبة. وسائل مكتوبة. أيضا هي سمعية. هي هل هي سمعية؟ كيف هي؟ بصرية لأنها مكتوب. نعم من يسعى؟ شكرا. نعم نحن في صورة المذياع. مذياع وسيلة من التواصل السمعية. نعم لكن المذياع أغلب الأحيان نجده في السيارة. قديما لم يكن هناك التلفاز، كان المذياع أجدادنا كانوا يسمعون كثير المذياع. أما الآن فهو متوفر، نجده فقط أغلب الأحيان في السيارات. صورة ثانية. ألاحظ في الصورة التلفاز وهو وسيلة تلفازة. دائما نقول تلفازة والبصرية. نعم نجد فيه ماذا؟ التلفاز. تلفاز ماذا نجد فيه؟ نجد فيه ماذا نجد فيه؟ الكثير. نعم أحسنت. نعم من القنوات. ممتاز. والإنترنت. لا لا يوجد فيه إنترنت إلا إذا كان هاتف فيه الإنترنت. هناك بعض تطلق الهواتف. تلفاز يوجد تلفاز فيه إنترنت. نعم انتقل إلى صور أخرى. ألاحظ صورة الجرائد من التواصل البصرية والمكتوب. إذن هذه وسائل للتواصل. هذه قلنا وسيلة التواصل بصرية، جرائد مكتوبة تنقل لنا الأخبار.